الاستثمار. حصلت او حصلت تعديلات على قانون الاستثمار. طيب احنا طول الوقت بنتكلم على الاستثمار باعتبار ايه؟ ان احنا لازم نعدل من القوانين الموجوده والمواد المتضمنه علشان اقدر اسهل حركه الاستثمار في مصر واخلق مناخ اكثر واعديه اكثر جذبا. ومن ثم لما بيحصل مناخ اكثر واعديه اكثر جذبا للاستثمار، يبقى انا بعمل ايه؟ عندي بزنس كتير بيفتح، يبقى انا بوفر فرص عمل. ده نمره واحد، فرص عمل اكتر يعني وظايف اكتر، يعني الناس جيوبها تتملي فلوس بامر ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى هو كمان عنده قدره اعلى على الانفاق وانه يحسن من حياته ومن ظروفه المعيشيه الى اخره. بطبيعه الحال ده مفيد للفرد ومفيد للدوله، يعني فرص العمل في حد ذاتها مفيد للدوله، ده معناه ان انا بكبر من الحجم الاقتصادي بتاعي. بس كده لا، ده في كمان الشكل المباشر بتاع زياده حجم الصادرات. استثمار انتاج يساوي تصدير. طب يساوي تصدير يعني ايه؟ يعني يساوي خفض في الواردات. كل ما بصدر اكتر ده معناه ان انا انتجت حاجات اكتر بوفي بيها سوق محلي، بقدر اصدر لبره. طب انا وفيت السوق المحلي اقلل حجم وارداتي، صدرت لبره زودت حجم الحصلات من العمله الصعبه بتاعتي، وسعت حجم الاسواق بتاعتي اللي انا بتوجه ليها. خلوني انا اخد معايا على التليفون صديقي وزميلي العزيز سياده النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 وكل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب استاذ يوسف والساده المشاهدين. الواحد سعيد لما تكون مع حضرتك. لا والله العظيم ده انا ببقى سعيد بك اكتر في المداخلات، يعني ببقى سعيد اكتر. يعني طبعا غني عن ان انا اقول انه من انشط الزملاء داخل المجلس وتحت القبه، وطبعا قريب هنبقى موجودين في العاصمه يا محمد، حته مشوار ما اقولكش. والله انا كنت يفرح. لسه في العاصمه يوم الخميس، وبجد الواحد انبهر من حجم الشغل والوزارات وحي المال والاعمال. والله العظيم حجم العمل في العاصمه الاداريه حاجه مبهجه، وحاجه فعلا تليق بالدوله المصريه في الجمهوريه الجديده. الله يفتح عليك، صح عندك حق 100%. تعال بقى نروح على تعديلات قانون الاستثمار. ابرز التعديلات ايه؟ وشايفينها الى اي مدى فعلا هذه التعديلات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، تحسين بيئه او تحسين المناخ الاستثماري المصري؟ بص يا استاذ يوسف، هو زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه بتاعت كلام حضرتك عن تعديلات قانون الاستثمار اللي المجلس كان بيناقشها امس، هو بالفعل هو قانون الاستثمار ما ينفعش ناخده بمعزل عن اللي بيحصل اقليميا طبعا. يعني احنا شايفين حوالينا مدى المنافسه اللي بتحصل اقليميا لجذب الاستثمارات للدول الجوار، ده شق، وده كان سبب عدم ان الحكومه تتحرك وتقدم مشروع قانون بتعديل على قانون الاستثمار اللي تم اصداره رقم 72 لسنه 2017 علشان تهيئ البيئه التشريعيه وتبقى جاذبه اكثر للاستثمار. بالاضافه مش بس التعديلات دي هتصب بس في قصه الاستثمار، لان الاستثمار وتوطين الصناعه هم عملين لوجهه، يعني عملين يعني وجهين لعمله واحده. لان حضرتك مش هينفع تتكلم على توطين صناعه وانت ما بتجذبش استثمارات من بره. مش هينفع تتكلم على اكتفاء ذاتي وانت ما بتجذبش استثمارات من بره، مش هينفع تتكلم على تقليل الواردات وتخفيف الضغط على العمله الصعبه داخليا على الموازنه العامه وانت مش بتزود صادراتك وبتحقق الاكتفاء الذاتي. وبالفعل اعتقد ان مشروع القانون اللي تم قراره الموافقه عليه في المجلس يوم الاحد اعتقد هيكون نقله نوعيه في تاريخ الاستثمار في مصر، خاصه في الفتره الحاليه، وده لعده جوانب. بسبب التعديلات بتستهدف بشكل كبير ان هي تحل بعض الاشكاليات اللي كانت بتواجه المستثمرين. يعني احد تلك الاشكاليات اللي حلها التعديلات موضوع الموافقه الواحده اللي هي من جهه واحده، انت مش محتاج تروح لاكثر من جهه، انت بس بتتوجه لهيئه الاستثمار وهي مفروض بالتوسع فيه بقى اصدار الرخصه الذهبيه وغيره، ان انت بتتوجه لمكان واحد هو اللي بيخلص لك الترخيص والتصاريح اللازمه سواء بقى البنى او اراضي او خلاف. ده كانت اشكاليه حلها التعديل التشريعي الحالي. في جزء تاني برضو التعديل اللي اتقدم في المجلس اعتقد حلها وهيساهم جذب استثمارات اجنبيه مباشره، الحوافز فيما يخص حتى موضوع الاراضي. انت دلوقتي المستثمر
يهمه جدا ان يبقى في اراضي متاحه. يعني يمكن التعديل التشريعي نقدم ان احنا في خلال بعض المشروعات الاستراتيجيه لو قام المستثمر بتقديم اكثر من 50% من قيمه المشروع بعمله اجنبيه، ان هو بياخد في خلال 10 سنين اعفاء من المبالغ اللازمه للاراضي مش بيع اللي هي بحق الانتفاع. برضو التعديل التشريعي قدم المرافق للمستثمر، يهمه انا المرافق اللي هتوصلها المشروع بتاعي عشان يشتغل او المصنع بتاعه عشان يشتغل. برضو الدوله قدمت في التعديلات التشريعيه حوافز خاصه ان هي مش بس هتساهم بنسبه تصل ل 50% من قيمه توصيل المرافق الاساسيه للمشروع، لا كمان 50% من الاستهلاك اللي بعد ما ينشئ المشروع في استهلاك بقى للمرافق دي سواء من وقود او طاقه كهربائيه وغيره. الدوله هتساهم باكثر من 50% او حوالي 50% من قيمه الاستهلاك او فاتوره الاستهلاك، وده شيء محفز للمستثمرين. كمان جذب بقى الصناعات الثقيله، يعني ما كانش المشروع القانون القائم كان بيسمح لبعض الصناعات الثقيله والحديد والصلب والاسمده وبعض صناعات تكرير البترول اللي هي بتحتاج استثمارات كبيره وبتحتاج طاقه او صناعات كثيفه الطاقه زي ما بنقول، المشروع بيسمح لها دلوقتي ان هي تنشا بنظام المناطق الحره وبتستفيد من مميزات المناطق الحره. وده طبعا ما جاش غير ان الدوله المصريه استطاعت في الفتره الاخيره ان هي تحقق اتفاق ذاتي من الطاقه ووفره من الطاقه، لان انت كنت في فتره من الفترات بعد ثوره 30 يونيو كان عندك مشاكل في الكهرباء، كان عندك مشاكل في الغاز الطبيعي، كنت من كبرى الدول الصادرات في الغاز الطبيعي. دلوقتي احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي اللي هو عد من اهم الوقود للصناعات الثقيله دي، والكهرباء اللي بيحتاجها جميع الصناعات والمستثمرين. دلوقتي انت بتقدر تصدر كهرباء، تقدر عندك وفر من الغاز الطبيعي واكتفاء ذاتي وتصدير، وبالتالي يسمح حاليا لتلك الصناعات الثقيله ان هي تنشا بنظام المناطق الحره وتستفاد بالنظام الخاص بالمناطق الحره سواء تكرير بترول او عمليات على غاز طبيعي او حديد وصلب او اسمده وبعض الصناعات كثيفه الطاقه، وده بقرار من المجلس الاعلى للطاقه. دي يعني بعض التعديلات اللي تمت على القانون، ده غير الحوافز الضريبيه كمان، يعني اللي بتصل من 35 ل 55% بيرجع لك الحوافز نقدا بعد تسليمك للاقرار الضريبي. جيد جدا، اللي هو يعني خلاص احنا كده اظن ماشيين في طريق معبد واخضر بالكامل يعني لاجل تحفيز العمليه الاستثماريه في مصر. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.